الأسبوع اللي فات اتعرضت المملكة العربية السعودية لسيولة عنيفة جدا، عملت مشاكل كتير في الشوارع بسبب ارتفاع منسوب المياه، وده أدى إنه عربيات كتير تعطل وناس تتحبس فيها. وهنا ظهرت شجاعة سيدة سعودية في مدينة القصيم لما خرجت من عربيتها وقدرت إنها تنقذ عائلة كاملة كانت محبوسة ومش عارفة تخرج من العربية بسبب السيول دي. الموقف البطولي ده هو اللي خلى الفيديو إن هو يتصدر الترند خصوصا على موقع اكس تويتر سابقا.